صباح الخير اخوتي المشاهدين، كصبحتو العزاز الغاليين، كصبحتو مع صحيحتكم، كصبحو وليداتكم، صبحو تربحو العزاز الغاليين. وبشركم بركه تدخل عليكم بالصحه والسلامه، وباش كتمنوا نتوما وليداتكم والعزاز الغاليين. دابا كما كتشوفوا الحبيب ديالي راني نط بكري، راني نطيب السي محمد الفطور الى قاد وليدي ياكل، ما كاين حد يبغي يجي ياكل، نط باش يشرب الطريط مع الدواء ديالو الحبيب. وليدي درسه كنشركه مع خواتاتي وخوتي وليداتي والعزاز الغاليين الى خطاكم عليا الحبيب ديالي. شكرا على الدعوات اللي دعيتو مع وليداتي، شكرا على السؤال اللي كتسولوا فيه العزاز، الى خطاكم الله يخليكم ليا. ودابا كما كتشوفوا طيب له شويه ديال السميده الشعير، كنتمنى ياكلها ولدي. الله ما تبغيش كاع ياكل وليداتي، عنده الالم في الراس يحبو بزاف. ايوا نتمنى انه نطيب له شويه ديال الشعير باش يشرب الدواء ديالو، ونشوف واش هو تا ياكل. ما كان بصحيحتو كان كياكل، ولكن دابا خوتو ولا بقى يبغي قد ياكل. وليدنا العزاز كنشاركوه معاكم. دابا كيما كتشوفو خوتي غسلتها، استبنو مزيان تيكون في داك الخش ديالها ديال الدقيق وكلشي تيحيد الغبرة كلشي خوتي. دابا انا غنديرها طيب ان شاء الله يا ربي، كنتمنى وليدي ياكلها بالشفاء ويشافي كل مريض. غنديرها ودعواتكم مع السي محمد العزاز، الله يعز بيكم الحبيب ديالي. انا دعيولي مع وليدي، خليو تعلق زوينه بالدعاء ديالكم، الله يعز بيكم العزاز. راه وليدكم تانتوما ماشي غير ولدي انا، تانتوما راه ولدكم العزاز راه مريض مسكين، راه منت في الصباح اخوتي معاه وعندو الحريق في الراس بزاف، ما خلانيش كاع الناس هاد النهار. لا خوتي ما ناسي لا الحريق، عنده الالم الصداع، عنده جيت بين عيني، عنده الحريق بزاف، عنده تمنايا. وكنتمنى نشربوا الدواء ديالو ويسخر عليه داك الالم الحباب ويشافي كل واحد، كل مريض الله يشافي. والله يخليكم لينا العزاز الغاليين، وانتم معايا كيطيب لي الفطير ان شاء الله. كيما كتشوف الحباب كندير ليه الماء الملحه، كطيب معاها في الاول باش تجي بنينه، والسكر حسب الطوق ندير غير شويه ويدير في زلافته. كنتمنى غير ياكلها الحبيب ديالي، كتبقى الحبيب غير الصحة، من ما كانش مريض كان ياكل تبارك الله. دابا من مرض الله يا خوتي ما بغى ياكل، البارح الدواء تنقول له كل تنبزز عليه باش ما يقص من المعدة، راكم عارفين الحبيب ديالي. ايوا كنتمنى لوليدي الشفاء ان شاء الله يا ربي. وراها حتى خوتي بكري ندير له الفطور الحليب، راه كطيب البيضات كيتسابقو، نتوما مالي الخير والخمير اللي درنا كنشاركو معاكم. نط بكري ندير له مخلاش الحريق يرقد باش نشربو الدواء ديالو باش يهمد عليه شويه. ودابا الحبابة هي طابت، طابت في الملحة والسكر باش تجي بنينة. دابا ندير لها الحليب، هيا بسم الله. ندير الحليب نصبغ فيها مزيان اخوتي، عاد نطفي عليه. وخطيكم علينا العزاز اللي درنا كنشركو مع العزاز الغاليين، كنتمناكم تشاهدونا وتوقفوا معانا، وراكم واقفين معانا، الله لا يوقف معاكم ويزيكم ويزدا تاهو الطاب اخوتي تيتشحر. البيضة تسرقو طير، انا حطيتو باش نحط الفطور، انا حطيت الفطور كلشي اخوتي، خوما ولادي والفوت العشرة عادي يفطر للتسعود ولا. دابا انا نت بكري باش نوجد على حساب الدواء ديالو باش يشرب الدواء ديالو فوقتو، باش نتبناو يشافي ربي كل واحد الحبيب ديالو. ودابا الحبيب نحط طيب هاد ليك تصور الله،
سي محمد منو داش منو داش شنو هاجي تفطر مشروب طويل بالحلوة العمر لها السليفة صبية كلها الصحية اللي كتوكل هاجي لحدايا يشرب الحلو الدواء درنا الاساس كنشاركوها معاكم بعد التعاليق تيقولوا كنسعاو كاين شي واحد الحباب اللي كاين حتى شي واحد اللي كيسعى ولادو ها انتما الحباب تقولوا كذبنا ولا شو شحال ديال الدوايات اللي خرجنا تبقوا معاه بالشفاء ان شاء الله العاجل والله الحلو ديالو حتى شي واحد ما كيسعى تنسعى والله الحمد لله ما عندناش ما خاصناش الحمد لله عايشين باش ما قدر الله الحبيب كي قال هذا الصبغة الصحة والسلامة خوتي والله الحباب ديالي ما عرفت هذا الحمد لله بنادم المؤمن مصاب ما عرفت منين جات الحباب ديالي مسكين وما عطاه سيمانة هادي اللي عطاه نطلب الله يشافي وليدي ويشافي كل مريض كنتمنى لوليدي الشفاء العاجل يشافي سيدي ربي ويشرب الدواء ويجي من ولي الطبيب ان شاء الله يقول له برايت الحمد لله اللهم لك الحمد يا ربي اللي جات من عند الله حامدينا وشاكرينا سي محمد سي محمد سي محمد اش نو انا دا وليدي راه مشي الحال عليك نو دا اجي تحرج تمشى فيك الدواء السلام عليكم خوتي المشاهدين كي داير لاباس عليكم نتمنى تكونوا على خير وبخير شكرا لكم اخوتي المشاهدين الاعزاء الغاليين على الوقوف ديالكم الواقفين معنا ومساندينا تبارك الله عليكم عواشركم مباركه والله يدخل عليكم الصحه والسلامه اخوتي العزاز ودعواتكم مع السي محمد ان شاء الله بالشفاء ان شاء الله اخوتي العزاز وشكرا لكم اخوتي الله يجازيكم بخير شكرا بزاف الله يسركم اخوتي العزاز وهذا هو فيديو ديالنا اخوتي ونتمنى تقبلوا علينا اخوتي العزاز وشكرا لكم اخوتي العزاز واللي كيقول شي حاجه راه ربي يخلصوا هذا المكان اخوتي حنايا ما كنديروش شي حاجه هادشي اللي كاين اللي تيقول شي حاجه راه يتحاسب عليه غير الهدايه ثلاثه الحبات يا ربي الشفاء يا ربي الشفاء كل مريض يا ربي وهذا هو الفيديو ديالنا اخوتي وما نطولوش عليكم السلام عليكم اخوتي العزاز تبارك الله عليكم نهضروا معاهم نطلبوا معاهم نطلبوا لهم دعواتهم مع وليدي كي كيبغيني ويحبني كي كيبغيكم تاينا وكنموت عليكم والله اللي شهد عالم والله خوتي لا تنبغيكم ونموت عليكم تيتبقوا يمكن تاهم نخليهم يتبقوا نعم من يتبقوا حرب كي قلت لكم الحباب ديالي والله اللي شهد عالم الا كنموت عليكم ودعواتكم معايا الحباب راه وليدكم خيكم المهمات ديالو الدعوات ديالكم مع وليدي تاني يشافيه لي ربي اللهم لك الحمد اللي جات من عنده الحمد لله عليها يا ربي ندم المؤمن موصاب اخوتي وشكرا لكم العزاز وما نطولوش عليكم هذا الفيديو العزاز الغالي الفيديو الجاي ان شاء الله بقينا بالحياه وشكرا لكم هلا خطاكم عليا احلى بوسه لكم العزاز شكرا لكم